عشاق الزراعة في عراقنا الحبيب، عشاق الزراعة بالوطن العربي. اليوم راح ناخذكم بجولة مميزة، جولة في وسط بادية النجف. تشوفون هاي هنا، هاي البادية، هاي أرض صحراوية، التربة مالتها تربة رملية، هاي تحولت بفضل منظومات الطاقة الشمسية إلى أرض خضراء. أبو هاشم وسيد أمير الذبحاوي، طبعا سيد أمير الذبحاوي إخوان الأعزاء، شوف ايش جاب، جاب نعم اشكال حلوه، وبعد اكو انواع طبعا شوفيات. انت حسين صاحب فضل انت على علينا كنا كعراقيين، يعني انت هاي الناس الفضل لله، الفضل لله، بس انت هاي الناس شلون قدرت تقنعها يتحولوا للطاقه الشمسيه، وانت يعني المهنه مالتك بعيده عن يعني خلينا نقول الطاقه الشمسيه، انت اصلا حداد انا مثل ما سمعت من عندك. وانا اشتريت قاع، نعم، وعانيت من الغاز، نعم، وعانيت من المولده، كل ما اريد اشغل اطفل وقضي لك نهار نهارين يا الله يجيك الفيتر، نعم، ويجيك الفيتر ياخذ له 75 100 الف دينار، وانا نعم. صارت لي المعاناه من هذا الباب، قمت افكر بالطاقه الشمسيه. وذول الناس شلون قدرت تقنعهم ابو سيد؟ مو نصبتها، اي نصبت الطاقه الشمسيه، التجارب صب، نعم، يعني يصير انا يوميا ما يبلاش وانت ما يبقى 30 الف. والله صحيح، ها خير الناس من نفع الناس، رحم الله ابيك. فانا قمت يوميا لح على جار حبيب، شده اي ما عجبتك رد لي اياه، اي روح انا وياك نشتريه. هذا الحكي قبل ايش قد بالضبط؟ يعني قبل 7 سنوات 5 سنوات؟ لا يعني هاي انا شاهدها. اي من شد ورا سنه ونص، يلا اقتنعت العالم، سنتين يلا اقتنعت. بالضبط انت قبل ايش كم سنه؟ انا شاهدها حق الان حوالي صار لي هاي بسبع سنين هيجي 6 سنوات، يعني 2017 تقريبا. اها اها 2017 حاليا 2024. مضبوط، بعد هالناس شافتك بدات تقتنع. اها اها، وتقتنع شلون؟ اجيب القاع واشغل الماء واقول له شو؟ قال لها خاف تخرب، يا مري شلون تخرب؟ هي شمس، ما طول اكو شمس اكو كهرباء. ولحد الان العالم ما مقتنع بطاقه شمسيه. سيد هاي ارض جرداء، انا قاعد اشوف من المزارع طاقه شمسيه، واحنا راح نشوف شوفك مال الاعزاء الارض هاي ها شوف. حتى يكون لا منا شوفها، شوف شوفها ساي خضارها منا ايش قد حلوه. هاي الارض هذا رمل، هاي رمل، شوفوا رمل، هذا رمل رمل. استاذنا تعال بس من رخصتك، تعال وقف لي هنا على هاي التله. نعم هسه انا راوق. صور لي هيك شوف شلون ارض جرداء. ها؟ تعال من هنا. تعال هنا شوف هاي التله. تعال شوف هاي كلها على الطاقه الشمسيه، شوف هذا البصل والطماطم. كثير تبين. من هنا اصعد فوق على التله وشوف شوف شلون ارض حلوه صايره من ورا الطاقه الشمسيه. طبعا اخواني الاعزاء اليوم احنا في بادية النجف، تشوفون هذا الخير، تشوفون هذا الزرع، شوفوا ما شاء الله، شوف اخواني الاعزاء، شوف هذا الخير، شوف هذا البصل، هذا البصل، يعني شوفوا هذا الخير هنا، هذا كله على الطاقة الشمسية، هاي كل هالمزارع على الطاقة الشمسية، بفضل الطاقة الشمسية تحولت بادية النجف إلى مروج خضراء، وهذا الخير كل هذا الأرض إن شاء الله الله يطرح بيها البركة والرزق إن شاء الله. ويانا أبو سجاد. طبعا أبو سجاد اليوم إحنا لأن شوية الهواء عالي راح نخلي هذا المايك. أستاذ أبو سجاد تجربتكم بالطاقة الشمسية؟ خير من الله، يعني إحنا كنا مظلومين بالمولدات، غاز إسراف مو طبيعي، يعني البرميل كنا شغالين 3 أيام. واذا شغل مستمر يومين ونص، يوم مرات يوم ونص، بس الحمد لله الماكينه طافيه على الطاقه الشمسيه، اكو شمس اكو ماء خير من الله. قبل ايش كم سنه تحولت على الطاقه الشمسيه؟ تقريبا تحولنا بين 2019 2018 تحولنا على الطاقه الشمسيه. وكم مزرعه انتم عندكم؟ يعني انا سمعت انتم خفاجه. اي لا هوايه وكلش هوايه. انتم مزارعكم هنا تقريبا هسه هاي كلها بس بصل، هسه انتم هنا هسه هاي بصل وطماطم صيفيه. طماطم صيفيه؟ اي.
وين الطماطم هنا؟ الطماطم الصيفيه بتشوف مغطايه. اه خير ايه. وهنا هذا البصل هذا بصل كله يعني عندنا مزارع عوامل كلها عندنا كلها طاقه شمسيه خير من الله. سيد بياسن شديت المياه هاي تقريبا هو قبل 3 سنوات بس ايه. عندي سؤال ايه شلون الغطاس بالطاقه الشمسيه؟ خير من الله. احنا على هاي النقطه اللي اسولف على الكهرباء. نعم شلون كهرباته حلوه؟ لا ادري الطاقه الشمسيه كهرباء الوطني يحرق غطاس يحرق انه كان مولده تدري بالسنه واحد عندي بدل 20 مرة غطاس بالموسم احنا كنا نبدل 15 16. اه نعم زين قلت 20 15 غطاس واحد قال 20 تمام الطاقه الكهربائيه الحمد لله الحمد لله سنين انا عندي الحمد لله شكر مستمره ومستقره كهرباء يعني حلوة. مستقره خلينا نقول تذبذب ما اعرف انا بالكهرباء الهرتزيه او كذا انا المسألة يعني الغطاس أيه. بالسنة 15 مرة يحترق نعم. أعداد ما يشتري طاقة شمسية بفلوس الطاقة الشمسية والطاقة الشمسية قبل ما تحرق غطاس ما تحرق من تنزل الطاقة الشمسية تدريجيا تنزل. بس الكهرباء مفاجئ 380 قبل 160 حرق الغطاس حرقي. مضبوط الساعتين مضبوط واحد اليوم قال لي سيد أنا جزعت روحها صار لي 20 مرة عندي يحترق الغطاس بهاي السنة نعم راح تعوف المزرعة أول شيء قلت له ليش؟ قال كهرباء قلت بغلط الكهرباء يو شاد الطاقة الشمسية اصرف لك واحسن لك بالله صحيح وبعد الكلام طبعا استاذ احكي لنا عن تجربتكم يعني انتم هسه احتاجيتوا تحتاجون فقط خلينا نجري هنا هاي شنو هاي كلها تقطير كله تقطير مال الاعزاء هنا كله تقطير هذا تقطير كله تقطير شوفوا هذا على نظام التقطير والطاقة الشمسية الطاقة الشمسية هذا لا نعمة فضيلة نعمة فضيلة اقول لك ما كنا نسوي زرع احنا هيك يعني نسوي زرع محدود لان غاز كله صرف غاز اي ما نسوي زرع يعني كمية كبيرة من الزرع استاذ ابو سجاد نعم. انت هسه العالم اللي يشوفك بالعراق نعم خارج العراق صحيح نريد نصائحك نصائح الطاقة الشمسية شجعوا على الطاقة الشمسية احسن اي بالله ايش قد خلينا نقول انتم هناك كم امبير هسه جريت هنا؟ ايش كم امبير اخذتوا هسه الالواح مالتها؟ الواح هاي تقريبا هنا يعني 70 امبير لو اقل لا اكثر اكثر من 70 اكثر من 70 امبير يعني تحس انه بنفس السنه طلع التكلفه مالتها ماك شلون؟ ها؟ التكلفه طلعها بنفس السنه وتنصح الناس انصح الناس على الطاقه الشمسيه لان ترتاح من عدها ترتاح من القاد ترتاح من المولده احنا المولده هاي كل موسم بالموسم نزرعه نجفت مرتين ثلاثه وكنت تجفيتها 800 900 ابو سجاد احنا هسه العالم كله يشوفك صح الطاقه الشمسيه لان بيها فوائد كلش حلوه الكهرباء بيها مستمره ما خير من الله احسن المولدات احنا كل موسم قلت لك نزرعه على المولده كنا نجفت مرتين ثلاثه بالموسم وكنت تجفيتها 800 900 الف زين يعني انتم هسه خلينا نحكي بالخط العريض ايه لو ما الطاقه الشمسيه ما اقدر نزرع وهاي المزارع كلها كلها طاقه شمسيه ناش كم مزرعه تقريبا هواي الاف المزارع الاف ايش قد اللي تحولن هسه للطاقه كلها طاقات يعني ايش اقول لك يعني قليلات الضرر بس الحاله شوي الماديه تعبانه ما يقدر يحول طاقه يعني وهسه اكو يعني قاعد يحولون اقتصاد ينطون بالاقساط يعني هم شغله حلوه والله يعني تحولت خلينا نقول نقدر نقول هسه بفضل الطاقه الشمسيه تحولت باديه النجف من ارض الصحراء الى ارض خضراء الى مروج خضراء الى خضراء طبعا ايش يصير من قدامك هذا عمي ابو محمد حجي ابو محمد تعال لنا هنا تعال عمي شوف هذا شو اسمه هذا الولد الشاب هذا تلقانا حيدر تعال حيدر حجي انت الخير والبركه انت على زمنك من واحد يحكي لك تعال عمي تعال عمي طلعتها من التصوير يعني زمنك من كان واحد يقول لك طاقه شمسيه وكهرباء يجوز السيد يعني يجوز ضحكه وعليه اي صحيح يعني ضحكه وسيد برقصك على هاي الكلمه ليش يعني يقول لك يعني وين بتجي وين طاقه شمسيه وشنو طاقه شمسيه معروف هذا شلون بعدين من جربتها حجي هاي جربتوها وشفت انه عمليه تفاجئي تحكي لنا عن شعورك من شلون كنت قبل ما يستخدمونها وبعدين تشتغل الطاقه ما اعرفه اي نعم ما اعرفه لان انا مستخدم محركات نعم إيه؟ صار لك سنين تستخدم محرك صار 10 سنوات في كربلاء احنا اي نعم يم اهل البيت نعم والرزق طالبه من اهل البيت الطاقه ما اعرف شو تعرفها بعدين من قال سالوني الجماعه وعرفونا عليها يعني استخدمت اكثر من المحرك مال الغاز لما انت تقول انا ليش استخدم محرك وغازات وهذا طاقه شمسيه هذا الغاز اذا اردت جاي الشمس مو خير من رب العالمين خير من الله نعم من الله شفت انا مسلح فوق هذه اي نعم البرميل ليله واحده
ليله واحده ليله واحده ذبه برميل. اي والله وحق النعمه هاي ليله واحده يعني ما شوما هذه شوم الزرع زرع طماطه وبصل ليله واحده ذب البرميل. الطاقه تختلف. الطاقه شنو فوائد هسه تحكينا عن فوائد. انا اقول لك فوائد يعني تستمر من 9 اي الصبح بالثلاثه للثلاثه العصر. اي انا عندي هذا بصل هذا 6 هدات يعني كل هده ساعه ونص شبعان ماي الساعه بالثلاثه هده على 3 هدات اذا ساعتين. اي نعم. ثاني يوم هم على 3 هدات بنكنت على الغاز كنت حاط الغازات مو على البرميل خلاص طار روح جيب لنا 150000 غالي احترق الطاسات اثنين. اي وشي سعله الا جابوا كهرباء يلا طلع برا. هاي وين انت متونس هنا تلفزيونك يشتغل انت مرتاح زرعك متونس عليه قصتك كذلك مستفاد من القاع. هسه الناس حج اللي ما مقتنعين ما مقتنعين اللي كانوا من سيد تحسين بروح ابوك هنا يم الحج يم الحج بروح ابوك سيد تحسين هم انا حكيت الكلمه بس بدي تسمعها من عندك. اكو جماعه من انت حولت على الطاقه الشمسيه يعني انت شيء جديد عليهم. اي نعم شيء جديد صحيح ولا جديد صحيح يعني من كل طاقه شمسيه شو الطاقه الشمسيه وشلون شغاله وشو رحم الله بيك. اثنين يقول لك تعال خلينا نحسبها اول ما يعطوني يقول تعال خلينا نحسبها قلت له يا بن احسب قال انا يوميا اصرف له 25000 دينار او 20000 دينار تعال انا اجيب له طاقه شمسيه ب 10 ملايين او 11 مليون او 12 مليون وهاي علي ومن يكون ناجح صح اي صح بس من اشتغل واحد اشتغل الثاني شافوه واحد سال الثاني يابا ناجحه قال له ناجحه 100% شلون بالمصاريف هسه مثل الاستاذ هناك ابو سجاد الذهب الصافي صاحب المزرعه الله يحفظه اول ما حجج قال يا سنه طلعت له 16 شمسيه وذولا كم ايش قالوا له بسنه طلعت هسه ابو سجاد من جيل خلينا نقول الشباب بس الحجي مثل امثال الحجي قديم قال لك انا ما بس حجي احكي لنا بهالظروف هذا اقتنعت شلون اقتنعت احكي لنا احسن محرك احسن حسب حساب عرب على قولته احسن محرك نعم يعني بستفاد منه اكثر بطيخ رجي خيار خضره بصل صيف الشتوي المحرك وين؟ محرك ما يفيد المحرك ما يفيد يتعب المحرك اللي انا اذا اشتغل على المحرك هذا البصل البرميل ليله واحده دب ما سوي ما استفاد منه ولا اكثر هيش زرعه. بالبدايه شلون اقتنعت؟ انا دجيش بالبدايه شلون اقتنعت؟ يعني قارنت هيك لو اجى احد قال لكم لو شلون؟ لا هم علمونا عليها. اي اجى سيد تحسين جاب يا مزرعه، سيد يا هي المزرعه القريبه اللي اشتغلتها وهم جماعه اقتنعوا. ابن عم ذني كل شيء. مال حسين لفت. مال حسين لفت. شامك هم خفاجه. اي كلهم ضروري خفاجه. والنعم من خفاجه. انا ماجرين قاع هم انا خفاجه. ماجرين قاع كم خفاجه ما شاء الله خفاجه يعني خلينا نقول مزارعهم صارت في باديه النجف. الله يصل عليهم كلهم ذهب صافي. حجي شفت هذه الوضعيه لان احنا انا ليش ركزت عليك حجي؟ لان امثالك هسه هواي يشوفون الفيديو هسه. هواي ناس تشوف الفيديو ما تقتنع ببساطه. اي. فانت شفت قارنتها انه مفيده. مفيده لا استفاد من عندها هواي. وطلع كلامك بعدين صحيح انه شفت انه من جربتها لقيتها مفيده. لا استفاد من عندها هواي. عاشت. يعني تزرع اكثر من 1000 مشعار. نعم. على الطاقه. احسن. اذا المحرك وينك واحد يزرع 1000 مشعار؟ يعني اذا يزرع يزرع له 500. وكله نظام تقطيع. كله تقطيع. تعال عم حيدر. تعال. شلونك عم؟ شلون الزرع؟ زين ناقرب على المايك على مود هاي بس في الكتب تقرونها هاي ها بعدين من جيت هناك بتشوفونها تشوفها شيء يعني حلو جديد انت شو تقول زينه لو مو زينه لا زينه ها الحمد لله هسه شنو الموسم هسه اللي عندكم بصل وطماطم وبعد انتم هنا ما تزرعون يمكن ثوم لا ثوم ما زارعين بعد شنو ورا هذا شنو الموسم خلينا نشوفك هسه انا اعرفك فلاح شتوي لا بس شتوي انتم صيفي ما تزرعون لا ذاك صيف زارعين صيف الطماطم زارعين هسه احنا فجد وخضره بدل ما تروح تشتري انت خموسك من القاع ادري جبت لنا هاي شنو هاي ادغال هاي طبعا اخوان الاعزاء حتى هنا ادغال الباديه حلوه شوفوا هاي الادغال طبعا هاي شوف هسه احنا بعيدين داخل المزرعه حتسينا هنا خلينا نجربك هنا شوف ايش كم صنف مال ادغال اخوان الاعزاء شوفوا هذا
هذا صنف، هذا نفسية ال شو اسمه هذا هنا والله سجم، هذا خباز، خباز بس شوف هناش كم صنف هذا ناش هاي الاصناف، يعني هاي البادية شوف الالوان هاي ما شاء الله هاي الوان البادية هاي الازهار مالك احنا هناك يجوز يحطون اياها بالهذا يحطونها ويكون علينا ويبيعون اياها مستورده حجي انه خضار رب العالمين هذا شوف هاي شلون الوان حلوه ما شاء الله هاي الازهار ما شاء الله تبارك الله حج الله يرزقكم جزاكم الله خيرا احنا نشوف لها المزرعه مال الطماطه قريبا ناخذ نظره عليها السلام عليكم حبايبنا شلونكم طبعا لفت انتباهنا وجود هذه الادغال بهاي المزارع هاي الادغال دائما موجوده بكل المزارع او الحدائق تنتشر وتطلع بالحدائق بسبب الاسمده الحيوانيه هاي النبات الحندقوق او نسميه محليا بالنبات القرط خلينا نجمع مجموعه من عنده ونلاحظ فد امر بي ساعدنا هاي المجموعه لا هذا غير صنف ما لنا دخل به نريد من هاي القرط اللي نسميه القرط ابو عبد الرحمن هذا النبات القرط او الحندقوق طبعا احنا دائما اذا نسمع انه زراعة النباتات البقولية بالاراضي الزراعية تعتبر من النباتات المنشطة للتربة والمثبتة للاسمدة الازوتية الاسمدة الازوتية يعني الاسمدة النيتروجينية هذا النبات اللي هو الحندقوق او القرط هذا من عائلة او صنف البقوليات يعتبر من البقوليات هاي البقوليات من ضمنها هذا النبات اذا لاحظ هسه الجذور مادة نشاهد بيها فد حبيبات تصير بالجذور معروف هذا النبات نبات القرط منتشر عندنا هذه الحبيبات اللي موجودة بالجذور نشوف بالله شتلة اكبر بلكي اوضح بيها هاي النترات هذه تعتبر من البكتيريا النترية يسموها هذه بالضبط اي هذه هذه تصير حبيبات متصلة مع الجذور تختلف عن الامراض النيماتودة نيماتودة اللي هي تصير الجذر نفسه يصير به انتفاخ اما هنا لا هنا اذا نشاهدها واضحة بالتصوير حبيبات صغيرة تصير وكأنما ملتصقة بالجذور هذه الحبيبات هي اللي تراح تثبت لنا عنصر النيتروجين بالتربة هذه اهمية وجود هاي الادغال او اي صنف من نباتات البقوليات بالتربة حتى تقوي لنا التربة بالعناصر المهمة ومن عدها قلنا الاسمدة الازوتية اللي هو عنصر النيتروجين هذه أهمية وجود هذه الأدغال بالتربة طبعا أخواني الأعزاء مستمرين بالجولة في بادية النجف ومثل ما قلنا لكم هذا الخير اللي أمامكم تحول بفضل كرم رب العزة والجلالة بالطاقة الشمسية اللي أنعم علينا بها ومثل ما قلنا لكم دول كثيرة تتمنى هاي الطاقة الشمسية في أوروبا تطلع لهم باليوم ساعة ساعتين ويكانون الشمس بروح احنا الله نعم علينا بهاي الطاقة الشمسية لذلك تحولت مزارعنا الى مروج خضراء ان شاء الله في بادية النجف طبعا اليوم ويانا ابو مهدي ابو مهدي حكينا عن يعني زراعة الطماطة بالبادية نعم زراعة ناجحة 100% نعم بس احنا كنا متأذين قبل الزراعة قبل الطاقة الشمسية كان نصرف سنويا يعني 60 برميل 70 برميل وحالي يعني غاز نصرف غاز ومولدات يعني متعبة وتشغيل وبالحر نعم فهسه لا الحمد لله والشكر اجت الطاقة الشمسية وشديناها وناجحة 100% وارتاحينا من عدها وقاعد نزرع شتوي وصيفي وبصل وطماطة وخيار بلا اصراف غاز ولا نشغل مولدة هاي الطماطة صيفية تعتبر هاي صيفية هاي نزرعها بشهر الواحد تزرعونها بشهر الواحد اي بشهر الرابع توقع الخامس الانتاج مالتها اي الرابع بس مزارعين بال يعني بالشتاء شتوي نعم زارعين بشهر السابع توقع تغذي العراق كليته بادية النجف تغذي العراق كليته بالطماطة نعم وتوقع عندنا من شهر 11 لحد الشهر الثاني تبقى الطماطة شتوية تبقى هم ما تنشوف اخوان الاعزاء هناك تربة هاي التربة رملية أكثر من مرة شوفناكم إياها هاي التربة رملية مثل ما تشوفون
وهاي فقط تقطير. ايش احتاجيته يعني اسكم ك احنا في بادية النجف تزرعون؟ نعم. كم مزرعة عندكم هنا يعني انت وعمامك على سبيل المثال؟ لا عندنا مزارع خير من الله، احنا وعمامنا هنا وعبر الاستراتيجية عابرين هم جماعتنا عمامنا. كم مزرعة تقريبا هنا؟ هواي مزارع تحولت على الطاقة الشمسية. لا المزارع تحولت على الطاقة الشمسية اكثر من 2000 مزرعة. اكثر من 2000 مزرعة. نعم. يعني نقدر نقول استاذ نقول انه بفضل الطاقة الشمسية تحولت بادية النجف من صحراء الى مروج خضراء ان شاء الله. نعم. اي بالله بفضلها. بفضل الطاقة الشمسية وإن شاء الله. وش تنصح نصائحك؟ هاي أنت مزارعين هاي جايب الخطأ الخيار لو شيء هذا الخيار. لا هذا هذا طرح. عطروزي. عطروزي. هذا. إيه نعم. تزرعون وياه. إيه إيه هو زارعين وياه. نعم. خير وبركة. هنا أنا مزارعكم شن اللي تزرعه؟ نزرع الخيار. إيه. نزرعه بشهر السابع يطيح بشهر الواحد بشهر التاسع. اي شهر التاسع الخيار تزرعونه. أي. بالشهر السابع. اي طيح بشهر التاسع. انا اول مره ادري الخيار تزرعونه بالسابع. لا بالسابع خيار العطروزي. اي عطروزي. اي عطروز. لا الخيار مي. خيار المي. خيار المي. خيار المي. اي من شهر 15 من 10 7 يطيح بشهر التاسع يبقى للعاشر. خير وبركه. 15 10 تطيح الطماطه عندنا. خير وبركه. اي تبقى الشهر الثاني وراها يطيح البصل عندنا هم يبقى الشهر الخامس. عندنا الطماطة الصيفية تبقى الشهر الرابع والخامس. زين نعم. والدوار يعني مستمرين بالزراعة ان شاء الله. احنا بصراحة طلبنا من عندكم وان شاء الله انتم يعني تلبون هذا الطلب. احنا طلبنا انه تزرعون بعد للزيتون تلتجون. وان شاء الله مستعدين. ان شاء الله. ان شاء الله. إن شاء الله. تتحول مزارع مال زيتون هنا. ان شاء الله. اكو مزارع هنا النخيل يعني صارت فيها لو ماكو. لا النخيل هنا ماكو بس على الشارع هناك قريب على الشارع. قريب. على شارع كربلاء موجودة. بس بالمستقبل ان شاء الله نتمنى تصير مزارع هنا مال نخيل مال زيتون. نعم ان شاء الله بدك الله والله كريم. يا الله خير وبركة. ان شاء الله. اخوان الاعزاء ان شاء الله باذن الله راح نحصل اقلام من صنف الزيتون الاربيكين الاسباني حتى تنزرع بهاي الباديه الخير من الله. حجي ابو محمد تعال انت وين؟ انت الخير والبركه. ايوه تعال حجي. حجي ابو محمد انت هنا احكي لنا على يومك، شلون تقضي يومك الصبح؟ بأي ساعة تقعد؟ شلون تجي؟ انا هنا قاعد الساعة بالأربعة اصلي. اي نعم، صلاة الفجر نعم اصلي. نعم. واتريق. نعم. واتجه الى شغلي. اجيت للشغل. أول ما اجي للمزرعة اشوف انها. اي نعم. خاف مثل النايلون طايح. اي نعم. صوندة فالتة من القيوم. اي. اي. اتنوع لها. اي. اشوف المشعب المابي البيضة هذا عشبنا وياي. احسن. اغطي مزرعتي. ايه. اتجه وين للبصل. تروح للبصل. للبصل، البصل هم بيدغل. هم بيدغل. هسه مثل هذا المديد هسه هذا المديد هم وراكم ورانا. ايه. هذا احنا ويانا. هذا ويانا. ايه. هذا المديد. ايه. هذا انعشبه ويانا احنا. هذا تعشبه. ايه. بيدك مثل هاي هسه مثل هاي. ايه. انعشبه بديد. ويا ويا. ايه. هذا مثل ويا ويا وشنو؟ هذا المشعب مال الطماطة. اول ما تعذله. ايه. تعذله. بعدين السمده. ايه. الدفنه سماد هذا مال حيوانات موجود. سماد عضوي شكرا. موجود عندنا غالي. السمده. هذا تجي هسه مثل هذا شو تسوي؟ تتربها احكي لنا. نعم. هسه مثل. هسه مثل هاي تطريح نقول احنا تطريح يسمونه تطريح. تطريح. تطريح ها؟ طرحتها. اه. حطيت عليها. تدسنها هاي. دفان. عاشتي. هذا تتسنح التطريح. هذا تطريح ضروري. ليش؟ لانه النبات يشكل جذور جديده. بعد ايام بعد شو نسوي؟ نذب له سماد. نذب له سماد هنا سمناد. نذب له هنا سماد. اي ودفنه. اي المشعب ارفعه. اي هذا ترفعه بالكامل. اي نعم ارفعه كله ارفعه حتى تشتغل براحتك. اي اسمده. اي ودفنه. احسن. دفنته تطي ماي بعد. احسن. إيه؟ حجينا هسه انتم هاي التجربه. هذا طرح. هذا طرح تزرعونه وياها جديده. إيه؟ يعني من زمان تزرعونه. لا من زمان. لا من زمان. طرح اخوان الاعزاء خيار. إيه؟ العطروزي. إيه؟ اذا قاع كسران. إيه؟ ازرع وياها خيار. إيه؟ بس اذا قاع مزروعه. إيه؟ طرح. لسه فادنا عند اكل وجيع. عاشتي. هاي إيه؟ هسه انتم هاي كلها بنفس الطريقه. نعم حاجة. كلها شغل. هم تستخدمون هنا شو مستخدمين انتم السعف؟ هذا السعف. اي هذا السعف. هذا السعف شنو فائدته؟ فائدته من الضرب من العياي. ها؟ من العياي الضرب. شلون يعني؟ يعني يطير او يتاذى الزرع.
نخلي هذا هذا اخوان الاعزاء هاي مصدات رياح بالتسميه مالتهم، يعني هم لهم تسمياتهم الخاصه بس هي مصدات رياح بالمختصر. حتى شنو تحمي هاي النايلون، تحمي النايلون تصير ذروه. وشوف لا ماكو هسه تشوفوا عملي هذا. قبل احنا قبل انا كانوا جدادي وعمامي قبل الطماطه من يزرعونها؟ يزرعونها يسوون باتجاه الشمس بالشتوي. باتجاه الشمس يسوون الواح ويخلونها هيك ويخلون سعف مال النخل هيك قطع مال النخل المغطى مالته بدون نايلون مال الزبير. اي نعم اذا هم شايف بالزبير انا شايف هذا عامل بزون ما كان يشتغلون هذا. بعدين استمروا بهذا الشغل كان يسوونه جوا يسمونها جوا 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 عندنا بالحله رحمه الله جوا جوا هسه تركوا جوا استعملوا النايلون والمفاهيم احتياجي حتى بالبصره صار لك زرع يعني عظيم. اي ما شاء الله زين. هنا انتم هسه صارت عندكم خبره ايش قد صار لك هنا تزرع؟ 10 سنوات 10 سنوات نعم 10 سنوات بس تحولت للطاقه الشمسيه قلت 2019 يعني جديده على الطاقه الشمسيه يا اخو شان الضيم. اي ما يعني ما كنت تروح القد زرع محرك؟ اي ماكو يعني برميله قلت لك ليله واحده ذب انا ذب برميل وخسائر مرتاح انت متونس لا شغل لا غطاس احترق ولا كذا ماكو طاقه مستمره جزاك الله خيرا خير من الله. شوفوا حج اخوان الاعزاء هذا الخير امامكم ما شاء الله تبارك الله. تعال حج لهنا تعالوا جوله ويلا هذا خير من الله. هسه هذا شوفه هذا الشتوي هاي الطماطه الشتوي الطماطه الشتوي شلعتوها شلعناها اه وانا انا طبعا شفت اكو بعض الطماطه وهذا بس شوف هاي الطماطه الشتويه هاي الشتوية. الطماطه الشتويه انتهت انتهى دوره شوفوا هاي البقايا مالتها شلعينها هاي انتهى شوفوا هاي انتهى هاي شلعوها هسه حاليا بدا صيفي الصيف هذا الصيفي يطيح بشهر الرابع أي. يا ما شاء الله الله يصلح فيكم البركه. هذا الخضار النعمه هسه هذا الخضار خير من الله خضار رب العالمين هذا. هذا رمل هذا هذا رمل مثل ما تشوفون رمل خضار رب العالمين. فعل هذا الخير هاي تفضل شوف الخباز هذا شوف اخوان الاعزاء هاي الخبازه شوفوا ما شاء الله ما شاء الله هذا الخير هاي مو القاع حجي هذا اللي عنده هيك قاع يستورد خير من الله يستورد خير من الله هذا هسه هذا اللي عنده هيك قاع يروح يستورد طماطه ويستورد ما يستورد لو يستورد مو صحيح لو لا لو يستورد هو قاع يزرع بيها صح لو لا هاي هاي الشمس من رب العالمين خير هاي قاعنا خصبه خير من الله هاي يعني هسه انتم لا محصله ماي ولا محصله خضار رب العالمين هذا خضار رب العالمين ما شاء الله يطرح بكم البركه حقي مشكور حجي ورحم الله والديك. سيد تحسين الميالي ايه. ابو هاشم ابو هاشم ابو هاشم جزاك الله خير استاذنا العزيز هاي احنا نتعبك ويانا هاي للمره الثالثه هذا خالد واحنا اجينا للامانه تفاجئنا مثل ما تقول بهاي الاعمال اللي هنا قاعد تصير في باديه النجف ومثل ما قلنا احنا شعارنا تحويل الباديه من ارض صحراء الى مروج خضراء صحيح بجهودكم ان شاء الله بجهود الخيرين ان شاء الله احكي لنا عن هاي المنظومه ايش قد تكلف وايش قد يعني يريد هسه يشدها نعم المنظومه شلون يجي المنظومه يعني كم لوح اذا نبيه هسه هذا الالواح قول 36 لوح 36 لوح 36 لوح يتكون من 36 لوح نعم حديد هذا حديد بوري زاويه صب انزل جوا اي وايرات وايرات ينجمع نسوي يعني الطاقه الشمسيه اسهل من عندها ماكو اسهل منها ماكو اها احسن من كم ماده؟ الواح الواح حديد حديد صب وهذا الواير هذا الواير اللي اها ينجمعين تعال اراويك هنا بهذا الانفيتر امشوا يا استاذنا هسه ذن 36 لوح 36 لوح ايش تريد هسه اشرح لك قل لي طبعا اخوان الاعزاء احنا في باديه النجف
سيد هذا هسه انجمعت الكهرباء من هنا راحت على هذا الغطاس هذا شوفوا ايش كم متر هذا 80 متر شوفوا هذا متر نازل هذا الواير مال الغطاس هذا الواير اللي اها امشوا يا استاذنا هسه راح نروح وان الازاد اراويك للغرفه هاي الغرفه هاي الغرفه نعم هذا الانفيرتر مع الغطاس هذا مع الطاقة الشمسية هذا انفيرتر الطاقة الشمسية اها اها احكي لنا هذا ايش كم امبير ينطي؟ شلون يعني هذا ايش كم لو حسه قلنا؟ 36 ايش كم امبير ينطي؟ يعني يطلع حوالي من 70 امبير وانت نازل لان هي الكهرباء مرات شو يصير؟ اذا صارت الشمس قويه كلش ماكو نعم. يضعف الكهرباء مضبوط الحكي استاذنا واذا صار الشرجي قوي هم تضعف الكهرباء بس 70 كافيه تشغل كافي وتشغل تعطي انتاجيه كل زي افضل من المولده ها هاي المولده هسه مخليها الاحتياط وافضل من الكهرباء الوطني الوطني يعطيك 280 ايه. فجاه صار 200 ايه ترى غطاس الغطاس اللي هو الماطور المضخم على هذا ما يحترق الغطاس نهائيا لان هذا ينزل شويه شويه تدريجيا آه. مو رأسه هذا يعني هسه ينطي 3 فيز لو شنو هذا احنا عندنا هذا ها لا لا هذا نطبب له سنجل تعال شوف حبيبي بخطين شوف هذا ايه يخرج ايش قد 1 2 3 نطبب له سنجل الطاقة الشمسية خطين حار وبارد اي نعم ربطناهن وين؟ هنا شوفوا هذا مال الطاقة الشمسية شوف استاذ هذا اللي جاي من هذا جاي من الخلايا حار وبارد وين ربطن؟ نعم من هنا وين نزلنا؟ للانفيرتر غدينا الانفيرتر من غدينا الانفيرتر ايش راح يعطينا؟ 1 2 3 صح هو حولكم هذا النوع الانفيرتر يحول 3 فيز اكو يحول سنجل؟ اها هسه اراويك اياه ها عاشتك اريد 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 نعرف هاي حتى الناس تعرف نعم الله يدله تنظيف هذا خي ايوه بلاور هواء ترى يحترق دام تنظفونه والله العظيم رايد له تنظيف هذا شوف حبيبي هذا شنو هذا شوف هذا طابات 2 هسه ناقص زائد ناقص زائد ايش راح يخرج لنا 1 2 3 حار احسنت هذا الجهاز هو اللي يخرج اكو جهاز 3 فيز يخرج لك اكو جهاز سنجل اي لان الطاقه الشمسيه بها خطين سنجل وبها 3 فيز يوم اخوان الاعزاء احنا بمكان مفرح يعني احنا اللي قال لنا عليه ان المزارع اللي صارت فقط سيد تحسين الميالي حولها للطاقه الشمسيه بين يعني 400 ل 450 من خلال الجوله تبين انه اكثر من 2000 مزرعه من حولات للطاقه الشمسيه سيد اليوم انت ويانا بالجوله يعني شعورك انه شوف هاي الصحراء تحولت الى مروج خضراء والله بعد 2000 مزرعه مو شويه وعبد الرحمن شعور كلش مفرح يعني هسه احنا ذا نشوف انا وياك قاعد نشوف بعيننا مو مثل ما تشوف الكاميرا وتوصل للمشاهد يعني رغم الجمال الموجود بس بارض الواقع يعني الجمال ازيد وازيد يعني اتذكر سابقا هسه جت على بالي قبل من نجي من كربلاء للنجف يسموها الحماد نعم كانت مقطوعه نهائيا نعم. بينما هسه احنا تقريبا يعني هاي الديوك يعني. بنص الباد يعني تقريبا 18 كيلو عن الشارع نعم 18 كيلو عن الشارع وشوف الحياه ما شاء الله هاي الحياه كلها حياه ابو عبد الرحمن صح. كلها خضار هذه مزارع البيوت الخلايا المشتغله توفر عندهم الماي قامت الناس تزرع ورحمه من الله وخيرات الله المحاصيل الزراعيه رحمه شفنا منها شوفت هاي الباديه طبعا السنه همات هاي الامطار شوف اخوان الاعزاء امطار خير وبركه ان شاء السنه وهاي شوفوا اكو مناطق باديه واكو مناطق خضراء تحول يعني هسه اذا نفر الكاميرا يعني ماكو بادية بعد ماكو بادية صلوات على محمد وعلى آله كلها مزارع كلها اخوان الاعزاء طاقة بيوت سكن ناس ساكنة كهرباء موجودة عندهم هاي الخلايا هاي رحمة من الله ومياه جوفية موجودة شوف كلها خضار ابو عبد الرحمن ماكو بينما هذه يعني قبل كم سنة كانت كليتها صحاري صحراء عشتي ذاك اخوان الاعزاء ان شاء الله مستمرين وياكم بالجوله لتوثيق باديه النجف وكيف تحولت من ارض صحراء
الصحراء الى مروج خضراء ان شاء الله بهمه الخيرين من ابناء هذا البلد. طبعا اخواننا الاعزاء مستمرين ببادية النجف وكيف تحولت الى ارض خضراء بفضل الطاقه الشمسيه. وطبعا مشكور سيد تحسين. طبعا سيد تحسين راح تترك لكم عنوان، لان كثير من الناس راسلوني قالوا ابو عبد الرحمن اريد رقم سيد تحسين الميالي ابو هاشم حتى نسوي مزارعنا على الطاقه الشمسيه. سيدنا تعالي جاي رحم الله عليك سيد امير. شوف اخوان الاعزاء هنا هاي المزارع، شوف اخوان الاعزاء هاي مزارع الطماطه، شوف هسه هاي مزارع طماطه، شوف هاي كلها طبعا انتهت هذا الموسم مالتها، وهاي حتى مزروعه هنا بانيه وهنا باد بلاي، وهناك شوف هاي المزارع البعيده هاي على مثل ما تشوفون المنطقه كلها، شوف هاي كلها اراضي تحولت اراضي خضراء على الطاقه الشمسيه. وهنا هاي المزارع هنا هاي المزارع حسب القريبه ايضا تحولت على الطاقه الشمسيه. سيد احكي لنا هنا هاي هنا بالضبط كم مزرعه؟ قاعد احس المزارع الاف، مو شغله 400 و500 هاي. لا آلاف. يعني الباديه كلها هسه احنا من الشارع العام من بيتك ايش قد هسه؟ كم كيلو؟ 20 كيلو. 20 كيلو طابوين بوسط الباديه هسه. اي يعني هاي بعدنا هاي منا لكربلاء. منا لكربلاء ايش قد المسافه منا لكربلاء سيد؟ كم كيلو؟ 80 هي من 80 كيلو. 80 كيلو وب 20 كيلو. عمق 20 كيلو وبعد اكو بعد اعتيادي من ذيك الصفحه همينه. هاي كلها تحولت على الطاقه. كلها طاقه. يعني وين نمشي هسه هنا؟ هاي وحده. ذيك وحده. ورانا هنا وحده، بصفنا وحده، يعني ما تشوف تلقى لك وحده طاقه شمسيه. هاي المنطقه شو اسمها بالضبط؟ احنا هسه طالعين من هذا شارع الديوك يسمونه. اي هاي نهايه شارع الديوك. نهايه شارع الديوك، الديوك. ونزين دخلنا بالباديه هسه. بالباديه اي. وهاي شوف هسه هذا ما عنده لاكو تيل قريب، لاكو فد شيء، كله ماكو ما على الطاقه الشمسيه. صعبه هنا وصول الكهرباء. صعبه كلش صعبه. وصول الكهرباء. مليارات ما توصل لهنا. صعبه كلش صعبه. هاي صعبه سيدنا. ايش قد طلبوا هسان؟ ايش قد بصف تموت بصف التبليط؟ الحين بوسط الباديه طلبوا عليه 30 مليون. هاي المزارع اصبحت ارض خضراء تنتج الخير، تنتج هاي المحاصيل بمختلف انواع، الطماطم، الخيار، البصل، الثوم، الرقي، البطيخ، عندك الحنطه، الشعير، هناك شيء. وحتى اكو مزارع للسدر ومزارع طبعا للنخيل الجديده هماتين، اكو مزارع نخيل. اي هم اكو مسويها على الطاقه الشمسيه. اي ما شاء الله. يلا اخوان الاعزاء نشوف بعد مزرعه ونشوفكم. طبعا اخواني الاعزاء مثل ما تشوفون، شوفون هاي المزرعه اللي امامكم، هاي المزرعه اللي محصول ونباتات الطماطه اللي انتهى موسم، هاي تنزرع بالشتاء. استاذ ابو مهدي احكي لنا عن هاي ليش هسه متروكه القار؟ ما هاي نتركها على مود تبور، تبورها سنتين تقوى، من تزرع ترجع تزرع فيها، تصير زرعها يعني احسن افضل. هاي تتركونها؟ لازم تتركها سنتين، نعوفها، تطقها شمس تقريبا، يطلع السماد مالتها وتطقها شمس ترجع سنتين. يعني هذا بالمستقبل حتى هذا يعني خلينا نقول هاي تتحول تصير سماد. سماد نعم. يعني هاي تصير سماد. وانتم اصلا لين انتم قاع يمكن الظاهر عندكم خير من الله. لا قاع كبيره عندنا خير من الله، يعني نزرع غير مكانات لما ترجعون لها. والله ما يصير.
اخوان الاعزاء هنا شوفوا هنا الطريقه مال اكثار البصل هنا يسوونها دايات. شوفوا هسه هاي دايات هنا يسوونها بهذا الشكل وبعدين ينقلونها مثل ما شفتوه بهذاك المكان اللي يصير المكان الرئيسي هنا. لكن هنا يزرعونها هاي الدايات بهذا الشكل هنا وايضا على التنقيط نظام التنقيط كله نظام تنقيط هذا هنا بالبدايه الزراعه وبعدين ينقلونها ظاهر هاي انهم ما مكتفين بالمكان فعايفين هندني. طبعا اخوان الاعزاء اثناء التصوير مزرعه شوفوا هنا سنابل الحنطه. شوف هاي سنابل الحنطه يعني شوف الخضار مالتها يعني هاي الارض اذا زرعت حتى حنطه او شعير ناجح 100% بنفس الطريقه وباديه النجف. شوف هاي الارض رمله شوفوا اخوان الاعزاء بس اذا اشوفكم ها شوفوا خاف احد يقول هاي ارض رمله رمل هذا رمل البناء هسه اللي عندنا يستخدم بالبناء نفسه هاي الارض كلها رمل بناء جزيره هاي جزيره هاي الارض اذا زرعت نفس الطريقه هاي المحاصيل شوف اخوان هاي المحاصيل اذا زرعت حنطه او شعير شوف هاي اللي في ما شاء اخترينا بادية النجف اماكن مختلفة ويانا سيد امير الضبحاوي وسيد تحسين الميالي وهاي افترضنا هاي كلها مزارع على الشمسية هنا اماكن هنا ناس غالبية هنا مربين بالبادية مربين احنا الجمال نسميه بعران في العراق بعير هاي المنطقة كليتها هاي المنطقة تحولت الجزيرة بالأغلب إلى الطاقة الشمسية وين ما تمشي تلقى طاقة شمسية هذا صديق عند الطبول هذا شلونك يا حبيبي؟ حوالك شلونك عمي؟ هاي المزارع اللي يمك شو اسمك؟ هاي المنطقة كلها متحولة على الطاقة الشمسية. سير الطاقة الشمسية لو ها؟ مرتاحين المنطقة على الطاقة الشمسية، جينا صورناهم ذول المزارع يقول مرتاح. وين هاي الطاقات عود؟ ايه لا نحن زين بس بالبيت لان ما تسحب هواي. بالغيم قصدك؟ ايه والعراق 24 ساعه الشمس تقضي صدق لو لا؟ شلون الحلقه؟ هذا نمسك له نسمع لو ما له نسمع؟ تعرف ايه لو ما تعرف شلون؟ ايه بعد اذا ها؟ ما له نسمع؟ هاي شلون؟ شو اسمه؟ ياكلون قرنابيط؟ ايه اه والله سيد لا صدق سيد تحسين بعد وايش يعرف مثلك يعرفين اقول لك خلاص طب ما ايش ما لا ما يكون كل شيء صوت هاي هذا ياكل اللي يتفلس يلا ياكلين لو لا لا انا اكل لوحدي ها الا وحدي ما يصير واحد يوكلين
مو محضريات. شلون مايك؟ بعد هاي شلون اكلم؟ بس راح نعلم من عدة الاخر. علي علاوي ابو حسين تعال راح والله اعلم لك يا انا عدل هاك شوف شلون وين معلم انت توكلني سيد هذا الثاني احنا انا نفكر بموضوع فارق ابو غالي انا نفكر بموضوع صعدك على وحده ونقول صيح يا اهل ابو غالي طبعا هلا اليوم ويا سيد شوف شلون والله نعلمكم عدلات هسه نروح يقول طبعا اخواني الاعزاء ابو شو اسمه علي ابو حسين تبني يا عمام بيجي والنعم والنعم تدري من خوال امي اللي بعيج فوق من جبله قص مود وفر الشايد وين والنعم تحكين هاي شلون تميزون واذا راح هسه كل علامه شنو هاي العلامه وسم هذا الوسم مالتكم هاي مال عشيرتكم هنا اللي لا هاي الوسم مالك كلية نفس هاي يعني العشرة لا لبعج هاي لبعج وكل عشيرة حلالها مسويت له وشم عافية عافية العشيرة وقسمت الله لا يقولها بعيرتي راح ها ايه وانا هذا الوسم عليها ولقيته مثل عندك وحلالك ايه اجي اخذها ما لا كل شيء علامة عليها اقول لك هذا الشاي هذا الشاي ايه هذا الشيء هذا احنا نقول هذا الرقم مالته هذا الرقم مال تويوتا هذا الرقم مال تويوتا هذا الرقم زين راح من هاي ترى ضبط لها واحد كسرته بالزعمة هذا هاي والله عظم لحد ما محل اقول لك هاي هسه هاي احنا راح نعلم من حتى الان وين كان هذا اللي بالقاع شو السيد قام يوكل بيها هاي شلون ها من هذا اللي يقرب على ابو بابا حتى يمه بحسين نستفاد من عنده روح ابوك هذا الكلام مالك ناتعطين لو تروحون تفترون بالجزيره طيب لا اذا صار عشب بالحماد شيء يعني يا شهر من برا يعني عايش 6 شهور هاي ترجعون هنا نرجع على الاخبار رزقكم وحلالكم الله واحنا سوينا لك ازعاج اخاف شوي لا مرتاح لا بس احنا سيد تدري ايش قال السيد؟ اي والله قال تقول اخوتي واهلي دفله الله يحفظكم ويبارك الله يحفظكم عمي نحلب اي يحلب يا شلون ما عندك تحلب والله يبي عندي وحده وهاي وحده حلبه تطي تقريبا للمريض اي تطي اي تطبين حتى تتساطوا وصدلين ها والله مو شرط ما بين ضويته يعني كل ابو لا بين بين ما اطلع له دجاجات من الجماعه مشكور رحم الله عليك ان شاء الله يلا في مال
شيء ملفت انه بالصحراء باديه النجف شفنا هاي القطعه. وزاره الزراعه مديريه زراعه النجف الاشرف مشروع الحزام الاحمر. صراحه شفنا اكو بوابه مال نباتات وهجار اليوكاليبتوس خير من الله، بس اتمنى انه هذا المشروع يكتمل. ليش؟ لانه مثل ما تشوفون هاي الاشجار بصراحه اشوف قسم من عنده هواي عطشانه وما يتعطش هاي. فادعو وزاره الزراعه انه تعيد النظر بهذا المشروع، وادعو محافظ النجف انه يعني هذا حزام اخضر فتشي روعه ومشروع ممتاز مثل ما تشوفون هاي الاشجار بصراحه فتشي يعني بين مفرح بين تنقهر، لانه قسم اشوف هواي نباتات يعني تقريبا تريد تموت من عندها. هذا يعني اشوف حزام ممتاز وهذا مستمر حتى لهاي الجهه. طبعا حتى لهاي الجهه مستمر هذا الشكل، لكنه مع الاسف هاي الاشجار اغلبيتها تقريبا تريد تموت. اكو قسم بيها لا زين مقاومه. هاي اذا حصلت سقي واهتمام هسه ممكن تعيد النشاط والمشروع يرجع للنمو من جديد. وهي هاي الدعوه انه هكذا اماكن هكذا هاي بحاجه النجف الى حزام اخضر. هذا المشروع اعاده احيائه، يعني اعاده احياء حزام اخضر متكامل الى محافظه النجف الاشرف. لكن بصراحة أنا الشيء اللي يعني عصر بقلبي لازم أحكيها إنه جريمة هاي الأشجار تموت في أرض أمير المؤمنين في أرض النجف الأشرف. هذا حزام أخضر، أدعو جميع الجهات المعنية في محافظة النجف الأشرف، جميع الجهات المعنية في محافظة النجف الأشرف وفي جميع في وزارة الزراعة إنه تعيد إحياء الحزام الأخضر لمحافظة النجف. معقولة أشجار تموت عطش في أرض أمير المؤمنين؟ شوفوا هاي أشجاركم أي تعطش، لأنه ماكو أي سقي، ما شفت أي سقي على طول الحزام الأخضر. هاي دعوة صادقة إلى محافظ النجف الأشرف والقائمين على المسؤولين وأعضاء مجلس النواب في محافظة النجف الحزام الأخضر أمامكم، ولا حتى أي هاي الأشجار تحصل مي. ماكو أي مي.